هذا واختطف تنظيم داعش عشرات الرجال من مناطق في وسط الرمادي ونقلهم إلى مكان مجهول من المدينة. وبحسب ما كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية إبراهيم الدليمي، فإن داعش قام بعمليات مداهمة لعشرات المنازل التي يسكنها أهالي الرمادي في منطقتي الجمعية والثيلة وسط المدينة، واختطف كل من لقيه من الرجال فيها. وأكد دليمي أن التنظيم نقل المختطفين إلى مكان مجهول تخوفا من حدوث ثورة ضد عناصره ومن تصفيتهم، خصوصا مع تقدم القوات الأمنية بعمليات التحرير ووصولها خلف المجمع الحكومي وسط المدينة. للحديث أكثر حول الأوضاع هناك من الأنبار ينضم لنا معاذ الضيغمي مراسل أخبار الآن. أهلا بك معاذ. معاذ دعنا لو سمحت في صورة التطورات لديكم. أهلا وسهلا زميلي، عفوا. بالبداية نبدأ في آخر التطورات الأمنية في جنوب مدينة الرمادي، حيث شنت القوات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب هجوما كبيرا على منطقة حي الأرامل وشارع 60، حاولت السيطرة على هذه المناطق، إلا أن هناك عراقل كبيرة جدا هي برفع وجود عبوات ناسفة، وأيضا هناك وجود قناصين، مما بطأ العمليات العسكرية لاقتحام مركز مدينة الرمادي والوصول إلى المجمع الحكومي. طبعا اليوم وصول القطاعات العسكرية إلى مقربة ما يقارب 1000 كيلو متر عن مبنى محافظة الأنبار والمجمع الحكومي، هذه لحد هذه اللحظة القطاعات العسكرية تتقدم شيئا فشيئا تحاول الوصول إلى المجمع الحكومي، لأن عناصر داعش المختبئين في المنازل والأزقة تمنع القطاعات العسكرية من الدخول، إلا أن بدور كبير من الطائرات الحربية بقصف أوكار عناصر داعش في معاقلها القطاعات العسكرية التقدم، لكن ليس التقدم ليس بالمستوى المطلوب. أيضا هناك أيضا دور الجهد الهندسي برفع العبوات الناسفة والتقدم إلى معاذ هناك تحذيرات من أن يستخدم داعش المدنيين كدروع بشرية جراء القصف والتقدم لقوات العراقية. نعم زميلي، هناك طبعا عوائل كثيرة وسط مدينة الرمادي، ما يقارب 1000 عائلة متواجدة وسط مدينة الرمادي يقدمها بالأمام أمام القطاعات العسكرية من أجل وضعهم كدروع بشرية خوفا لدخول القطاعات العسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب إلى وسط المدينة. هذا ما سبب للقطاعات العسكرية إحراج كبير جدا. هناك قيادة قوات مكافحة الإرهاب وضعت خطة جديدة واستراتيجيات جديدة بإنقاذ أولا العوائل ومن ثم اقتحام مركز المدينه، بالاضافه ايضا عناصر داعش وسط المدينه اعتقلت الرجال والى اماكن اكثر اماكن مجهوله الى سوريا تحديدا حسب المصادر المؤكده، ووضع النساء وحدها في المنازل، هذا مؤكد لنا رئيس مجلس قضاء الخالديه ابراهيم الفهداوي. طبعا بالاضافه ايضا هناك طبعا وسط مدينه الرمادي هناك ايضا هروب لعناصر داعش من المحور الشمالي الى جزيره الخالديه ومن ثم الى مدينه الفلوجه، جاء ذلك بعد الضربات الموجعه التي تلقوها من القوات التحالف والقوات العراقيه، فسبب لهم بالهروب والاندفاع الى الخلف. ايضا هناك الساعات القليله القادمه حسب المصادر المؤكده من القيادات العليا يقولون ان دخول مدينه الرمادي بات وشيك باب قوسين او ادنى خلال الساعات القليله القادمه والايام. معاذ اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الانبار مراسل اخبار الان معاذ الضيغمي.